إنما تقوم به هذه الدولة الفاجرة الكافرة المارقة من نشر الصور التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لو كان هذا الذي وقع لبدل الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت هذه الصور لأمير دولة الكويت أو لملك المملكة العربية السعودية أو لمملكة البحرين أو مملكة المغرب أو الأردن أو أمير قطر أو رئيس الإمارات أو سلطان عمان أو رئيس أي دولة مسلمة، لو وقع هذا له وضعت هذه الكاريكاتيرات في الاستهزاء به والسخرية منه، لقامت قيامة هذه الدولة ولم تقعد، ولا تكلم الإعلام وما سكت، ولا طرد السفير أو خوطب على الأقل، وخوطبت وزارة الخارجية هناك من باب عدم الرضا عن الكلام عن هؤلاء الرؤساء. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف منهم جميعا، فلا يجوز للبلاد الإسلامية أن تسكت عما وقع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقل ما تقوم به أن تسحب سفراءها من هناك، أو أن تطرد هؤلاء السفراء، سفراء فرنسا في بلاد الإسلام، من بلاد الإسلام، ليعلموا أننا نغضب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول للكتاب الذين يكتبون في تويتر وفيسبوك وغيرهما، اغضبوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تغضبون لرؤساء بلدانكم إذا تكلم عليهم، بل اغضبوا أكثر من ذلك. فمن لم يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم وغضب لرئيس بلاده، فأقول على دينكم السلام. هذا ليس تكفيرا، ولكن أقول خاب مسعاكم وحبطت أعمالكم إن كنتم تعاملون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة.